حسام غالي بالنسبة لك ايه؟ بس كابتن حسام غالي طبعا انا بحبه على المستوى الشخصي بطريقة كبيرة جدا، مش هو بس يعني كل الناس اللي حضرتهم. هو كابتن حسام غالي طبعا شخصية عظيمة، راجل بره الملعب وجوه الملعب مختلف تماما. بره الملعب يعني تحب تقعد معاه وتتكلم وتضحك، يعني عكس ما الناس شايفة اللي هو متنشن طول الوقت. لا خالص والله، هو بس بيتنشن في الملعب، لان الراجل عارف قيمه المكان، عايز يكسب بس. بس هو اي حد بيلعب في الاهلي عايز يكسب بس. انتوا الموسم اللي كنتوا فيه مع جريدو كان موسم صعب جدا، خسرتوا دوري وكاس وطلعتوا من افريقيا. حسام غالي كان بيتعامل معاكوا ازاي بقى في الفتره دي، ان انتوا كنتوا جيل جديد ولاعيبه جديده لسه داخله، وهو من اللعيبه الكبيره وهو اللي في وش المدفع دايما، هو ومتعب وجمعه والناس دي كلها والنجوم دي كلها، كان بيتعامل معاك ازاي او مع اللعيبه الجديده ازاي؟ انا اقول على حاجه، اول مره والله دي تحصل قدامي، يعني قبل ماتش السوبر اللي احنا كسبناه 3-2 بتاع رمضان لما وقف على الكوره وكده، انا اول مره في حياتي مش انا بس يعني، حتى كلنا اللعيبه واحنا في الاجتماع بعد المحاضره قبل ما نطلع على الاستاد، اول مره في حياتي اشوف كابتن حسام غالي بيدمع في حياتي. يعني الموقف اصلا نفسه اللي هو احنا مضغوطين، عمال يقول لنا للعيبه كلها من الصغير للكبير، اعملوا بص اعملوا اللي عليكم سواء بقى، انا هستحمل اي حاجه. والله العظيم الكلام ده حصل. كابتن حسام غالي دمع وهو في الاوضه، احنا عارفين كلنا نبص لبعض كده اللي هو يعني لا يعني احنا نقول عن الماتش، عايزين الماتش دلوقتي، حتى اللي بره اللي زي اللي جوه كله عايز يلعب. والله العظيم الكلام ده حصل فعلا، انا بقول الكلام ده، والكابتن حسام يعني لو شاف الكلام ده هيعرف، واي حد من اللعيبه اللي كانت موجوده عارف الكلام ده، كاش عارف انا بقول ايه. يعني اول كلنا رمادي حفزتكم طبعا، انت متخيل يعني حد يعني بحجم حسام غالي اللي هو يوصل انت متخيل كميه الضغط اللي هو فيها او المسؤوليه اللي هو شايلها عن الناس كلها؟ لا الموضوع صعب طبعا، يعني كانت مفاجاه لنا كلنا، وكل واحد يعني وصل له احساس، يعني احساس مختلف خالص، اللي انت اللي وصل حد بالشخصيه دي وبالاسم ده وبالرصيد ده كله اللي هو يوصل لكده، اللي هو يعني دمعته تنزل منه او كده. عمل ايه في رمضان اصلا بعد ما وقف على الكوره؟ وانت بتتكلم بقى ان قبل الماتش دموع وضغطه والكلام ده كله طبعًا. اكيد التصرف ده كمان، حتى سيناريو الماتش نفسه وانت بتتكلم 1-0 وللزمالك وتيجي ضربه جزاء قبل ما الشوط يخلص، الكهرباء ضيعها وترجع بضربه جزاء ليك، اللي انت يعني لو كان كهرباء جاب جون ده 2-0 لا غير الموضوع كان هيبقى مختلف تماما، كانت هتبقى سنه يعني كارثيه بمعنى الكلمه. يعني انت البطوله دي يعني اللي هي ايه، خدت نفس بس اللي هو بسيط كمان، مش اللي هو يعني ايه لا اللي انت عارف النادي الاهلي ما فيش بطوله بيخش فيها الا هي دي بطوله النادي الاهلي. عمل ايه في رمضان ما قلتليش؟ لا طبعا الموقف محدش كان عارف ان رمضان هيقف على الكوره خالص والله، يعني خالص انا حتى كانت في ناس مش ما تعرفش ايه اللي حصل، فجاه الدنيا شبكت في بعض وحتى الحكم دخل اوضه اللبس يعني ساب الملعب ودخل لقى الدنيا، فالموضوع ما حدش خد باله خالص من اللي حصل، يعني قليل لما الموضوع جه فجأة، اللي انت اصلا ظروف الماتش انا يعني بكلمك في سيناريو الماتش من البدايه 1-0 ليهم، وبعد كده ضيع ضربه جزاء وترجع، وبعد كده انت ربنا كمان تكسب تجيب الثاني والثالث والثاني، والموقف ده نفسه ضغطنا اكتر ان الزمالك شد جاب جون وبعد كده ضيعه كذا جون بعدها، كان قلب السيناريو، الموضوع كان صعب جدا. انت متخيل بحاجه زي كده؟ انت خلاص يعني كنت الموضوع صعب، بعد كده انت سألت على نفسك وركبت الماتش بقى ماتشك، وفجأة تحركة زي كده تقلب الدين عليك تاني، يعني كان حظنا حلو الحمد لله الماتش خلص بين طبعا كانت هتبقى مصيبة يعني. فده طبعا عمل ايه فيه بقى بعد الماتش؟ لا طبعا عنفه طبعا جامد، وما ينفعش انت ايا كان هو موقف طبعا رمضان اكيد مش مقصود خالص، يعني رمضان برضو كان لسه ما فيش خبرات و اللي هي تخليه حتى توصل له اللي هو موقف زي ده، لا ما ينفعش طبعا ايا كان الخصم، في احترام طبعا للفرقه اللي قدامك او لزميلك اللي قدامك ايا كان، بس كررها تاني وما تعلمش من الدرس الاولاني دي بقى يعني ماليش كنتش موجود يعني في الماتش التاني. انهي ماتش؟ لما وقف على الكوره تاني برضه كان هنا في القاهره في برج العرب. لا برج العرب دي كانت الاولى في الماتش ده، وبعد كده قررها في السوق. موجود في الموقفين طبعا. لا الموضوع طبعا اتعنف جامد طبعا، وما عداش بالسهل كده، وكان في وقفه من الاداره طبعا.